اهلا وسهلا اعضاء مادنس فيبا تشانل. النهارده رجعت لكم بالفلوج الثالث مادنس في اسكندريه. انا تم دعوتي لحضور افتتاح كافيه وفيب ستور في الكسندريا مع رامي نصر. اظن انتوا عارفين رامي نصر، تعرف من الناس الثقيله جدا والقديمه جدا في مجال الفيبنج، والراجل دعاني عشان احضر معاه الافتتاح والايفنت، وانا حاليا متجه على اسكندريه في الطريق اليه. النهارده الخميس، كنت قبل ما اتحرك على الطريق فهعيد ميلاد روما فيب ستور اللي في اكتوبر. تحياتي ليهم، وكان يوم جميل جدا جدا، واللي ما راحش بجد فاته، كان في منتهى الجمال والتنظيم والجيف اويز وتوزيع الجيف اويز، وكانت حاجه بجد مشرفه جدا. اتبسطت ان انا حضرت معاهم الايفنت ده وطلعت من هناك على اسكندريه. وصلت ماستر وقلت اقعد اشرب فنجان قهوه. فنجان القهوه تانك 18 مللي جرام. اتحركت من ماستر دلوقتي، الطريق عامل ازاي؟ وادينا هم مكملين في الطريق مع بعض، بس قلت ايه نتكلم في حاجه مفيده مع بعض كده لحد ما نوصل. حاجه بتستفزني شخصيا واكيد بتستفز كتير من الناس، موضوع يعني موضوع الشكوى من الليكويد او من الفليفرز اللي ممكن ما تكونش جت على هوا حد، او ان هي ما كانتش مناسبه ليه، او هو مش عاجباه الفليفرز دي. طيب دلوقتي حضرتك قفلت من الليكويد، او حضرتك مش عاجبك الليكويد، او حضرتك ما جاش على هواك الليكويد، مش معنى كده ان اللاين ده زباله، او مش معنى كده ان اللاين ده بير سلم، مش معنى كده يعني. ما يبقاش الانتقاد بالمنظر ده، اعتقد ان بيبقى في طريقه احسن من كده ان احنا ننتقد بيها. يعني انت ما تعرفش المجهود اللي واقف ورا الازازه دي قد ايه، ولا الناس اللي واقفه وراها قد ايه عشان هي توصلك لغايه عندك، عشان انت حضرتك بكل بساطه تقول دي زباله. هي زباله بالنسبه لمين؟ لحضرتك. طيب حضرتك شايفها كده، حضرتك ما رجعتش ليه لصاحب اللاين، ما رجعتش ليه لصاحب، انت عندك امكانيه بره مش موجوده عندهم. انا عايز اشوف واحد كده معاه ازازه ليكويد بريميوم، او اللي انتوا بتسموه بريميوم، او اللي انتوا بتسموه مستورد، ما عجبتوش وقدر يوصل لصاحبها هناك وقدر يكلمه وقدر يقول له اللاين بتاعك زباله. اشمعنى عندك هنا بيحصل ده؟ هل هو يعني هل هو عيب من اللاينات مثلا ان اصحاب اللاينات بتسمح بحاجه زي كده؟ ما احنا ممكن نقول ان مفيش ترجيع، ما عجبتكش الازازه ما يخصنيش. ما انا كام مره اشتريت حاجه من المستورد وما عجبتنيش وموجوده عندي متلقاها لحد ما بتسود وبتترمي في الزباله. ما برجعش ولا بدخل اقول منشنوا لي صاحب اللاين ده، ولا بدخل اقول قولوا لي فين صاحب اللاين ده، ولا انت شغلك مش حلو، ولا انت شغلك زباله. خلاص مش هشتريها تاني وخلصنا. ما احنا ممكن نعمل على فكره كده، انت لو بعت السوسايد باني، ولا بعت الالكتروم، ولا بعت لاي شركه بره قلت لهم انا عايز اعرف الانجريدينتس اللي انتوا بتستعملوها، انا مش عايز اقول لكم الرد هيبقى عامل ازاي. انت هنا حضرتك بتحط رجل على رجل وتقول له وريني الداتا شيت، وريني مش عارف ايه، وريني ايه، وللاسف اللاينات بتسمح بده وبتوريك، مع ان انا شايف ان ده مش من حق حد ان هو يشوفه. انت ليك برودكت، انت ليك منتج نهائي. ما يخصنيش برضو الناس اللي بتعمل شغل تحت بير السلم، انا بتكلم على اللاينات المحترمه اللي عندها معامل واللي بتشتغل في معامل وبتشتغل في بيئه محترمه. ارضاء الاذواق دي غايه مستحيله، مش هتحصل. بس احنا المشكله عندنا في المنتاليتي بتاعه البني ادمين اللي بتتعامل مع الناس. يا حبيبي انت عندك اعتراض على الفليفر، انا مش ضدك. مش عاجبك الفليفر، انا برضو مش ضدك. من حقك مش عاجبك، حاجة عادية جدا، وما دام مسموح عندنا هنا ان احنا ننتقد وان احنا نرجع وان احنا نعمل، يبقى اكيد في اسلوب احسن من انت تخش لي تعمل لي بوست وتكتب لي فيه اسوأ لاين، ولا ازبل فليفر، ولا ده رميتها في الزبالة. ومش بتكلم عني انا بس، انا واحد من كام لاين موجودين في السوق النهارده بيحصل معاهم نفس القصة. مش بتكلم عليا انا كحالة خاصة، انا بتكلم في العموم. وارجوكوا حاولوا تفصلوا
ما بين احمد الريفيور او احمد مادنز الريفيور اللي معاكو وما بين احمد صاحب اللاينات، لان انا بتعامل بشخصيات مختلفه في كل حاجه. فانا دلوقتي بتكلم معاكو از يوزر عادي شايف الوضع ومعترض على اللي بيحصل. انا ما عنديش مشكله ان انت تكون متضايق من فليفر او مش عاجبك فليفر، بس انا معترض على طريقه القاء الشكوى بتاعت حضرتك. ليه ما يكونش فيها طريقه محترمه عن كده؟ ليه ما يكونش فيها طريقه احسن من كده؟ حضرتك جربت تتواصل مع اي حد من اللاينات اللي مش عاجبه حضرتك دي وكلمته بالذوق ولقيته هو بيكلمك بقله ادب؟ يا سيدي حتى لو عمل كده انت من حقك بعد كده تبقى تعمل بوستات وتسوي وتحط سكرين شوتات وتسوي اللي انت عايزه، لكن انت من باب للطاق بتعادي بني ادم وبتعادي شغل بني ادم وبتعادي مجهود بني ادم لمجرد ان انت ما عجبتكش الازازه؟ مش ده منطق ابدا خالص. يعني ما اعتقدش ان اي حد بيتفرج عليا دلوقتي هيبقى معترض على اللي انا بقوله، لانها حاجه بقت يعني استفزازيه اكتر من ان هي بقت حاجه انت بتنتقد فيها. النهارده حضرتك لما تروح تشتري علبه جهينه وتلاقيها بايظه وتلاقيها حمضانه، حضرتك بتعمل ايه؟ بتخش على الفيسبوك وتعمل منشن لجهينه عشان يردوا على حضرتك؟ اخرنا يا اما لو انت من الناس اللي ممكن ترجع حاجه هترجعها وهتغيرها، لو انت من الناس اللي مش هتفرق معاك ال 2 جنيه ونص بتوع الازازه اللي طلعت بايظه ولا بتوع علبه العصير اللي طلعت بايظه هترميها وانتهى الموضوع. هترميها وانتهى الموضوع بالنسبه لك على كده وخلص. فانا اللي بطلبه من الناس ان هي تتعامل باسلوب راقي، يعني خلونا نرتقي في طريقه الحوار، خلونا نرتقي في طريقه عرض المشكله، بلاش الالفاظ اللي تجرح وتضايق البني ادم اللي قدامك. ما انت لما هتيجي تقولي كلمه زي دي انا بعد اذنك ما انا مش مضطر ان انا ارجعها لك ولا مضطر حتى ان انا اغيرها لك ما دام ما فيهاش مشكله، لا لقيت فيها شوايب ولا لقيت فيها ولا هي بايظه ولا هي اتخزنت غلط، فانا بالنسبه لي المنتج بتاعي سليم، من حقي ما اغيرها لكش. على فكره لما تكلمني باسلوب زي ده انا برضو من حقي كبني ادم ما اقبلش الاسلوب انت بتكلمني بيه ده ومش هرجعها لك، يعني مش مجبر انا على فكره، ولا واحد صاحب لاين مجبر ان هو يعمل كده. ان كان بيعمل حاجه زي كده فهو عشان يحافظ على اسمه وعلى سمعته وعلى مكانته في السوق وعلى ارضاء عميله قبل اي حاجه. ده الشركات المحترمه بتعمل كده وده اللي انا اعرفه، واظن كتير جدا من الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي اتعاملت مع الشركه بتاعتي وعارفين انا بتعامل ازاي، ومع الشركات المحترمه اللي موجوده في السوق برضو معروفين كويس قوي بالاسم. فما تجيش كده بكل بساطه تقول كلام ملوش لازمه. وبرجع وبعيد، انا مش ضد ان انت مش عاجبك، مش ضد ان هو ما جاش على هواك، مش ضد ان هو مش ذوقك، كل ده انا معاك فيه وانت على عيني وراسي، بس لما هتكلمني بطريقه محترمه وبطريقه راقيه هتلاقيني انا ذات نفسي بعمل لك اللي انت عايزه من غير ما افكر مرتين. لكن هي ما بتتاخدش بالدراع ولا بتتاخد بقله الادب ولا بتتاخد بقعده ورا الكيبورد وكلام ورا الكيبورد وفتحه صدر، مش هي دي خالص. فارجو ان انا اكون وصلت النقطه، معلش انا اتنرفزت، بس هي فعلا حاجه بقت مستفزه وحاجه بقت اوفر، ومعرفش ادمنز الجروب دول بيسيبوا ازاي الكلام ده وبالطريقه دي وبالاسلوب ده. هل هو عشان يعمل شو عندهم على الجروب ويبقى فيه ترافيك ولا يكون فيه ايه؟ معرفش، بس الله اعلم بنوايا الناس، بكل واحد عايز يقول ايه ولا عايز يعمل ايه ولا بيضرب في مين ولا بيحاول يوقع مين، مش دي قصتي. انا بحاول اتكلم في حاجه عامه وحاله عامه استفزت، ارجو ان انتوا تتقبلوا رايي فيها وخلونا نكمل طريقنا لاسكندريه. اخيرا وصلت اسكندريه وجيت اجمل مكان بحبه جدا جدا جدا، تعالوا نشوف هو ايه مع بعض. بعد فعلا اجمل مكان تاكل فيه دلوقتي، الاكل يجوا بتتفرجوا على جماله، هنا عندهم كل حاجه بالجبنه، اي حاجه بالجبنه، اي حاجه تخطر على بالك عليها جبنه، بس جبنه طعمها غريب غريب غريب، عمرك ما كلتها ولا هتاكلها في حياتك في اي غير عند البان سوز. يجي الاكل دلوقتي، انا جعان قوي بعد الطريق الطويل ده. ادي الاكل، دي اللحمه والجبنه، هي بتيجي كده في طاسه حاجة اورينتال كده، بس بق الجبنة من كل ما بالسجق اللي بالجبنة اللي ممكن تاكلوه، هو صوص الجبنة اللي بيتحط الابيض ده هو الحاجة الغريبة اللي عربية.
طبعا انت ممكن تيجي هنا تاكل كميه اكل غير طبيعيه، بس لو معايا ناس كتيره احنا بنعمل هنا سفره ملهاش اول من اخر. ضربت الاكله المتينه ومتجه على الفندق عشان انام واصحى بكره نبقى جاهزين للافتتاح. يلا تيجي نلعب لعبه رقم الاوضه. يلا اما نروح الفندق نشوف رقم الاوضه هيبقى ايه ونعمل عليها جيف اوي، بس حاجه محترمه بقى المره دي، مدايه برضو زي ما عملنا قبل كده. يبقى كل فلوج جايه بكل فندق برقم اوضه بمدايه. ماشي يعني السفريه عليا بخساره، بس مش خساره فيكم انتوا، كلكم فوق راسي. يلا بينا. حكاياتك يا زيزيني حواديت وناس ودنيا في حوارسك الكريه اللي عدفيتك وانت عالي دفع المهر غالي في الايام والسنين ودفع المهر حجز. لا لسه هحجز. عندنا امكانيه الحجز مبالغين بيها ان هو امكانيات قوي هيبقى يوم السبت. راجل على المدخل بيقول لي ان مفيش حجوزات جوه. المكان الوحيد اللي لقيت فيه اوضه فاضيه هو نوبل هوتيل. لفيت على حوالي 4-5 اوضات بس تقريبا في عندهم ايفنت او حاجه كبيره في اسكندريه مؤتمر، فالاوض كلها فولي بوكت. بس طبعا يعني المستوى حدث ولا حرج، يعني اظن شايفين المنظر، بس هي يعني كلها ايه نومه. بس بجد سيء جدا. وهقول لكم على الاوضه بقى. يلا هنبدا نتوقع الاوضه. طبعا دخلته ضيقه جدا زي ما انتم شايفين، حته الحيط اللي هنا دي مع اللي هنا صعبه قوي في حته البتاع. الطفايه شكلها حقير قوي، ولمبتين صعبين قوي برضو. تلفزيون جميل جدا تحفة، أسلاكه تحفة، تكييفه تحفة، أوضة تحفة، الستارة. هو طبعا مفيهاش غير فيو، يعني بصراحة جيتوا الحق الواحد ممكن يقعد في البلكونة ومش عايز يقعد في الأوضة. هوريكوا البلكونة دلوقتي. يعني حتى السرير تحس ان انت هتنام عليه بالجنب، مش هينفع تتقلب، لو اتقلبت ممكن تقع. يعني كان ممكن يلاقوا سراير اصغر من كده شويه. تعالوا نشوف الميني بار فيها ايه. ولا حاجه، ومقفوله مفيش بتاعتها اهي بره. الحمام بقى. الله الله، ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ اكيد هنا في حشرات. الحتة دي اكيد فيها حيوانات مستخبية. هنا في حيوان هنا اكيد مستخبي، برص صرصار واتيفر، يعني اكيد في حاجة. ماشي يا رامي يا نصر، تبعني بالمنظر ده. اقول له احجز لي، يقول لي ماشي يا عم تعالى وهتلاقي حجوزات، ونلف على الفنادق ونلف على الفنادق، وفي الاخر نوبل اللي راضي بيا. الله الصبح، شايفين جمال العليه؟ يعني تقرف تحط عليها هدومك اصلا. يعني دي عايزه 4 سنين اقعد احكها كده عشان ايه تنضف، مع ان في جنبها اختها نظيفه اهي. تعالوا بقى نشوف المفيد كله للاوضه بصراحه، اللي ممكن يخليك تتغاضى عن كل القرف اللي انت فيه. الله، يعني حتى التكييف حاطين لك فيشه تحت دي كده، يعني هي المفروض ان كده هو بيقول لك ان هو شغال.
تعالى بقى نخش البلكونه في مكان الاوضه المقفوله ايه واسعه. دي الميزه بقى ان هي البلكونه واسعه، ممكن نقعد على الكرسي المعفن ده ويبقى هو الفيو بتاعك بس. تاكسي اسكندريه الساعه دلوقتي 4 للـ10 يدوبك ودوبك عندي مونتاج لازم يتعمل. يا صباح الخير، نمت في هذه الغرفة السيئة للغاية، وصدقوني هي ما فيهاش غير الفيو بجد. انا بجهز عشان انزل اروح الافتتاح بتاع رامي نصر، دلوقتي الساعة تقريبا 4:15 حاجة كده، مش فاكر بالظبط كام. عايز بس اخدكم اوريكم مشهد البحر، بس انا جوه مش هعرف اتكلم عشان الصوت هيبقى عالي جدا فمش هتسمعوني. منظر الفيو معرفتش اصوره بالليل قوي، ما كانش واضح طبعا، فقلت اصوره لكم دلوقتي. طبعا الشيش اسوأ من كده مش هتلاقي. بس منظر انا مش فاهم ده فندق ازاي بجد، يعني فين وزارة السياحة من فندق زي ده؟ لما يجي سياح يقعدوا في بلد المفروض ان هي سياحية ويبقى المنظر كده، يعني انا مش فاهم. لو عايز اقول لكم ده جميل. ركنت العربية اهو ورايح دلوقتي على الايفنت، خلونا نروح مع بعض. معلم الطبيب حبيبي او انت مبروك يا طبيب، الله يبارك فيك يا ابو الملك حبيبي يا عمر. هنا جزء خاص محمد عبد الشافي، طويله لمسه حلوه كده من تريزيجيه ترجع. عايزين كده نمسك كوره شويه واحده ثانيه حط جسمه يا ولد العيد موتيني ونافيز الاثنين جنب بعض يعني من ناحيه اليمين نقله والثانيه وعطيه في اتجاه كريستيانو اللي واخد الشمال. خلصنا النهارده الافتتاح بتاع ريمو. منورني دايما حبيبي، منوره بيك ان شاء الله تعالى فتحك خير عليك يا رب بلدي. حبيبي 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 يا بابا حبيبي، منور الدنيا حبيبي، منور الدنيا ودايما مع بعض يا رب ان شاء الله يا رب، ويجعله فتحك خير يا رب ان شاء الله. حبيبي خلصت سفريتي الاسكندريه وجهزت ولبست وجاهز عشان اتجه على العربيه عشان ارجع القاهره. اوريكم حاجه اخيره قبل ما امشي، شفتها دلوقتي حالا والله. اللي هم بتوع النور دول اللي هم مش فاكر بيسموهم ايه اللي فوق دول السبوتات، بصوا منظرها ده نوع من انواع الديكوريشن على فكره.
بجد حاجة صعبة جدا 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 يعني. انا بعمل دعاية سيئة للفندق ده، مش قادر اتخيل منظر الفندق ده بصراحة، معرفش ازاي نقضي الليلة فيه، بس الحمد لله. يلا بينا نتجه على العربية ونمسك الطريق. فندق نوبل، باي باي، وداعا ايها الحقير.